أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الكفار يرون الله بصورة الغضب، أي أن الله يراهم بصورة غضب؟ يراهم أو يرونه، يقول الله لا ينظر إليهم، يعني نظر إكرام، نظر إكرام ورحمة، وإنما ينظر إليهم نظر الغضب. نعم، وإلا فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة ونظر إكرام، لا، ما هو معناه أنه ما يراهم، الله يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر، ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا ينظر إليهم نظر إكرام ورحمة. نعم.